بسم الله الرحمن الرحيم. الجمع بالمعداد الياباني السوروبان. للقيام بالجمع على السوروبان، نزيح الخرزات العلوية نحو الأسفل والخرزات السفلية نحو الأعلى، ويجب دائما أن ننهي إزاحة الخرزات في العمود المعني قبل الانتقال إلى العمود الذي على يساره. الجمع المباشر مثال: لإنجاز العملية 17 زائد 31 نتبع الخطوات التالية. أولاً، نمثل العدد 17 على المعداد. ثانياً، نضيف العدد 31 على المعداد. 1 في عمود الآحاد، نضيف خرزة سفلية واحدة. 3 في عمود العشرات، نضيف 3 خرزات سفلية. إذن الناتج هو 48. طريقة الأصدقاء الصغار: نقول عن عددين أنهما صديقان صغيران إذا كان مجموعهما 5. 1 و4 صديقان صغيران، و2 و3 صديقان صغيران كذلك. عندما نريد إضافة أحد الصديقين الصغيرين ويكون عدد الخرزات السفلية المتبقية في العمود غير كاف، نضيف 5 وننقص صديقه الصغير. مثال: إنجاز العملية 4 زائد 2. عند تمثيل 4 في المعداد لا تبقى أي خرزة سفلية في عمود الآحاد، إذن لا نستطيع إضافة 2 مباشرة. لذلك نضيف 5 وننقص الصديق الصغير 2 أي 3، يكون الناتج 6. طريقة الأصدقاء الكبار: نقول عن عددين أنهما صديقان كبيران إذا كان مجموعهما 10. 1 و9 صديقان كبيران، و2 و8 صديقان كبيران، و3 و7 صديقان كبيران كذلك، و4 و6 هما أيضا صديقان كبيران، و5 و5 صديقان كبيران. عندما نريد إضافة أحد الصديقين الكبيرين ويكون عدد الخرزات المتبقية في العمود غير كاف، ننقص صديقه الكبير من هذا العمود ونضيف خرزة سفلية للعمود الموالي الأيسر. مثال: ننجز العملية 19 زائد 2. عند تمثيل 19 في المعداد لا تبقى أي خرزة سفلية في عمود الآحاد، إذن لا نستطيع إضافة 2 مباشرة. ننقص من عمود الآحاد صديق 2 الكبير أي 8، ونضيف لعمود العشرات 1، يكون الناتج 21. الدمج بين طريقتي الأصدقاء الصغار والكبار: عندما لا نستطيع استعمال طريقة الأصدقاء الصغار أو طريقة الأصدقاء الكبار كل واحدة على حدة لإنجاز عمليات الجمع لعدم كفاية الخرزات، نلجأ إلى الدمج بينهما. مثال: ننجز العملية 18 زائد 6. عند تمثيل 18 في المعداد تبقى خرزة سفلية واحدة في عمود الآحاد، إذن لا نستطيع إضافة 6 مباشرة. لإضافة 6 باستعمال طريقة الأصدقاء الكبار علينا أن ننقص من عمود الآحاد 4، ثم نضيف لعمود العشرات 1، لكن عدد الخرزات السفلية المضافة هو 3، إذن لا نستطيع أن ننقص 4 مباشرة. لهذا
علينا أن نلجأ لطريقة الأصدقاء الصغار. ننقص 4 بإضافة 1 وإنقاص 5، ثم نضيف لعمود العشرات 1، يكون الناتج 24.